تصدير كميات كبيرة إلى دول مختلفة، وبالفعل قام المصنع بعمليات التصدير في أوائل 2021 إلى دول مختلفة، أهمها دول الخليج، لاستخدام دول الخليج هذه المواد في ترصيف الطرق وفي الملاعب وغيرها من الأماكن الترفيهية الكثيرة والمتعددة. وأيضا الحمد لله ولله الحمد دخلنا السوق الآسيوي في عمليات التصدير التي قمنا بها. هذا المصنع يقوم أولاً بخدمة المجتمع في تنظيف الأراضي المكدسة والمملوءة في الإطارات الغير نافعة والتي تعتبر بالنسبة لنا نفايات، إلى منتجات جميلة ومنتجات استهلاكية وأخرى ممكن استخدامها واستغلالها في مشاريع كثيرة في الدولة، ولها فوائد عدة بيئية وغير بيئية. الإطارات لا شك هي الأصل فيها عبارة عن ربر وبلاك كاربون. إحنا التكنولوجيا اللي راح ننقلها إلى الكويت هي الانحلال الحراري أو ما يسمى البايروليسيس، من خلاله راح يتم استخراج البلاك كاربون وهو الكربون الأسود، ويتم استخراج الأويل أو البانكر أويل يسمى لإعادة تدويره واستخراج الديزل والوقود عالي الجودة، والبلاك كاربون يستخدم كمواد أولية.